هاي الحارة من قدة في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدة. أصعب إنه يحرد من مرته ولا يحرد من الحكومة؟ لك أنا وين وأنت وين؟ الأصعب، بتعرف شو الأصعب؟ شو؟ تحرد اثنين منك. روحاني. لين شوكت؟ شوكت بدي اطلب منك شغلتين. الأولى إنك تسامحني، والثانية إنك تخليني أرجع فرنسا. رح ترجعي فرنسا؟ بس تسامحني بالأول. أنا متأكدة إنه قلبك مسامحني، بس عقلك هو اللي ما عم يخليك تقولها. الله بيعلم شو اللي وصلني لهون، بس هو كمان شاهد علي اني صرت اعرف شو معنات الواحد يوقف مع بلده من يوم ما عرفتك وعرفت اهل الحارة. انا كل يوم هون تعلمت شي جديد، تعلمت شغلة كتير كبيرة، كيف اخدم بلدي. بتمنى من قلبي
إني أخدم الشام اللي إلها فضل عليه. إذا سامحتني أو خلص خليني أروح. ما بدي عيد وقفتي، بتعاملي بهيه مثل بنتك. حاضر ابن عمي. عم قلك هذا الحكي لحتى ابنك يرتاح بحياته وبجوازته. اما اذا ضلت فكره الخدامه معششه براسك رح تعكرينا، واذا عكرتينا رح يكلي معك تصرف تاني. حبيها لبهيه، حبيها. امرك ابن عمي. مو هلا تقولي لي امرك لاني واقف قدامك وبس اخذ درب طريق وامشي تشتغلي فيها. انا رح ادرى مظافر من ابنك حتى لو ما حكى لي. بعرف ابن عمي، والله بعرف. لك تقومشيني ايه؟ هادي بوسط. صباحية مباركة يا أحلى عروس، الله يقدمكم اللي فيه الخير. تعبونا هالبيت صبيان وبنات، اتركوا حماتك وتزعود وما تلحق. لك تقبشيني يا نعمة، عقبال ما أشوفك أحلى عروس وتظل غصلك وتقشلك بعزك ليفقفلك على رجلي. آمين. الله يرضى عليك يا بنتي. مصافي اليوم رح نتغدى على ذوق بهية، شو رأيك؟ إيه ليش لا؟ نتغدى على ذوق بهية. إيه يا بي، بهية بتحب الصبيحة؟ أنا قلت على ذوق بهية، يعني بهية اللي بتحكي. شو عمي؟ صفيحة؟ مثل ما بتريد عمي، ما بتفرق. ماشي، معناتها رح وصي بشير على شوية صفيحة مرتبين، خاطركم. الله معك. رضاكي مرتعمين. الله يرضى عليك. الله يخلي لنا اياكي يا رب. وليش هيك مستحية؟ تعي تقبريني، تعي. لاما. ولا واحد سأل عني أو التكش فيني، ولا قال وينه. معناتها كاشفيني، بيني أشكر كاشفيني، ولا مو فارقة معه. خلي عمي معوضين. السلام عليكم. وعليكم السلام. علي حكي كيفك سيد عيصام؟ شرف شرف. عوض اللي بيعك والله مستعجل. عمي أبو عيصام وينه؟ عمك أبو عيصام والله مسافر. مسافر؟ إيه سافر على حلب، بده يشوف صاحبه من أيام السجن، بتعرف يعني. خير خير، أنا بوصل له شيء إذا بدك. يعني بتقدر تصل له؟ ايه 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 قلي بس. بدي تسلم عليه كثير وتقول له انه حفل تأبين المرحوم الزعيم ابراهيم عنانو قرب، وانه بنفس اليوم رح ينزل الميثاق الوطني، وبدي اياك تقول له انه قربت جايه الوفود السوريه من كل المدن، وعم تشوف وين بدنا نخبيهم مشان يطلعوا ضد مشروع التقسيم. يا بس هيك؟ بس هيك. ايه خلاص الكلام يصار، تكرم يا حكيم. يخلي لي اياك، مشكور يا عصام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. موري يا بضاي، شو بتشتاق؟ بحس الشاي دخيل. ايه بأمرك حبيبنا اللزق. يا عمي ابو حاتي. ايه يا بضاي. قل لي صاحبك فياض مين اللي داش علينا؟ شو بعرفني؟ علمي علمك عمي ابو حاتي. ايوه علمي علمك، يعني ما بتعرف. ما صاحبك على طول انت وياه لازقين لزق، ما بتعرف؟ قلت لك علمي علمك، وش كان كنت بعرف ما كنت خليته، مو انا اللي بخليه. ايوه ما كنت خليته. ايوه معلوم ما كنت خليته. ليش انت بتهون علينا عمي ابو حاتي؟ تسلم يا بضاي. اختي شريفه لك كانه نزلوا زكاتك، بس شو فينا؟ شو القصه؟ ان شاء الله خير يا رب. يلا امسكي خاتي. طمنينا يا مو، طمنينا خاتي. امسكي. الف مبروك مطيعة حامل. عبدو لك عبدو، هات المشعل اوان. الله يبشرك بالخير يا امسكي. لك لك بتأمري انت؟ بتأمري خالتي؟ امسكي. ان شاء الله ما بيأمر عليك ظالم يا عبدو. ان شاء الله. الف مبروك يا عبدو. يبارك بعمرك مرت عمي، يبارك بعمرك. مبروك سهري.
الله يخلي لي اياكي يا اختي، الله يخلي لي اياكي. عبدو زكات عيونك، روح على القهوه وبشر عمك ابو حاتم. قوام. ايه ايه مو على عيني وراسي، واجب واجب اني خبره اول شيء، ما في كلام. يا مو انا طالعه شقاله اختي. يلا الله يرضى عليكي روحي. الحمد لله الحمد لله يا ربي. ان شاء الله بتتهني فيهم كلهم يا حق. الله يهنيكي ويخلي لنا اياكي. شكرا لك يا رب. هو هيك قال لها؟ ايه يا بي، بالحرف الواحد. يا بي، يعني شو قصة هذا الميثاق الوطني والوفود اللي جاي على الشام وتقسيم وما تقسيم؟ والله ما عم تجمع معي. ما عم تجمع معك؟ ما بتعرف شو هذا الميثاق؟ لا والله يا بي ما مرق علي. والله منيح ما تهموك فيه. لمين؟ الزكا يا بي، الزكا. انت خليك بنسوانك. شو علي؟ ندرن علي لطق الرابع. سوكات خير على النبي اللي ده هاي تحلينا. شو المناسبة؟ ربك رح يكرم المستضيف. يا رب كيفك محسود؟ اهلا شو شو هاي؟ لا قول يا كريم. شو بك عبدو؟ عم يا حادي. شو بك شو بك عبدو؟ شو هالحكي هاي؟ الله يبشرك بالخير يا رب. تعال 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 عصير. مد ايدك هلا، لك مد ايدك، ادعي الله يكملها بالتمام. لك شايف قديش الضرر غالي؟ لك لسه ما اجى ولا الدر على الجن. لاما اذا كاشفيني ليه ساكتي؟ معناتها مو كاشفيني. بس إذا مو كاشفيني لازم نلاقي المصاري من كل بنت. حاجة بقى حاج. واوي حسبها مني. Cet homme m'énerve. Il est chrétien, il doit être avec nous. Mais lui, il se prend pour un Syrien avant tout. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai augmenté le nombre de militaires. سيدي علت من جماعة الكتلة والعسكر بعد حفل التأمين. مرد مرد بكاس كتو في لا على حيط على كتو في السوسيو. هلو باس موا مسيو لهو كوميسير. الرجال فزع يا رجال فزع يا رجال فزع فزع يا رجال. شو في بشير؟ على قد يا عصام على قد بين مين ومين؟ فهمنا. اهدى شوي اهدى. فرنساوي هجم على جماعة الكتلة الوطنية اللي جايين يشاركوا بحفل تأمين هنانو. يا لطيف روح خبر لطيف. يا رجال يا رجال جمعوا هاكم، خلينا نروح نساعد جماعة الكتلة الوطنية. يلا يا رجال يلا يا رجال. يا أبي وين أبي؟ ليكو جوا شو في عصام؟ يا أبي على الآن بالشام بين الكتلة والفرنساوي وأهل الحارة هلا نازلين على الشام. شو الحكي؟ يلا 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 ابن عمي ديروا بالكم الله يقويكم. يا محتل برا برا يا محتل برا برا اطلع من هالأرض الحرة اطلع من هالأرض الحرة يا محتل اطلع اطلع يا محتل اطلع اطلع أرض الشام ما بتنباع أرض الشام ما بتنباع يا محتل اطلع اطلع يا محتل اطلع اطلع أرض الشام ما بتنباع أرض الشام ما بتنباع كل حارات الشام نزلت. عيب علينا
نترك اهل بلدنا لحالهم بهالبع معها هي. قولوا الله يا شهاد. لا مستحضر برا برا، لا مستحضر برا برا، ارحل على هالارض الحره، ارحل على هالارض الحره، لا مستعمر برا برا، لا مستعمر برا برا. يا سيدي هالحاره طايشين وطالع خلوه كله عايش وبدك ريس. قال شو بدهم ينزلوا على جامعه دمشق يطلعوا مظاهره من هنيك؟ شو سيدي؟ بس يا سيدي ما عندي عناصر واقفه بوشهم انا. طيب حاضر سيدي، على عرسي احترامي، الله معكم سيدي. اسكم. حاضر سيدي. وزع لي عناصر الحراسه حوالين المخفر، ما بدي الطير يوصل لعندي، شو فهمت مني؟ انه الطير ما يصل لعندك. تحرك! حاضر. حرك يا ابني! ناديه، ناديه لا تخافي، شوكت طول عمره هيك. انا خايفه لاني بعرف العسكر الفرنساوي ممكن يضرب. ابو عصام بيعرف انه بيضربوا، الشام كلها نزلت. بدك ابو عصام يقعد مثل الحريم بالبيت؟ وليش نحن ما نطلع يا مو؟ ليش الرجال بس هن اللي يطلعوا؟ شو نحن مالنا حصه بالشام؟ انا رح افتح الباب. يلا يلا. مين؟ انا. افتحي. اهلا وسهلا، تفضل. سعاد هون؟ اي اي جوا. هي خالتي. شو بدنا نضل قاعدين هيك بالبيوت؟ الرجال كلها نزلت، ونسوان العمارة نزلت، ونسوان الميدان كمان كلها نزلت، ونحن شو قاعدين عم نعمل ببيوتنا؟ شو يا سعاد خانو؟ الرجال مو أحسن منا، نحن نسوان الشام على سن ورمح. ايه ولك أختي، البلد لازم الكل يوقف معه، رجالة ونسوانة وحتى أولادها. سبقونا أنتو، وأنا ودلال لاحقينكم. خيرية، ضلي مع نادية. يلا يا أمو دلال، يلا. أنا سيدي، أنا جيب نادية مرت شوكة لناديلي من بيتها على المخفر. يا سيدي والله أهل الحارة يعني هاي كبيرة كتير. حاضر سيدي، حاضر سيدي، تأمر سيدي. احترامي. الحما ضربها الكومندان، يخرب بيته. لك شلون بتجيب حد من بيت جوز على المخفر؟ لك قال شو؟ قال بينقلني برات الشام يلعن ابو هاللبن مغمسه بالدم. الحمد لله، الله يجدني من هالليله. مين؟ انا ابو جودات يا اختي. شو بدك ابو جودات؟ ما في رجال بالبيت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، بعرف ما في رجال يا اختي. وما زالك بتعرف ما في رجال، ليش جاي لهون يا علي من ناموس والشرف؟ ايه؟ لشو الحكي هلا؟ وشلون بدك يعني يحكي معك؟ يلا نلع من هون احسن ما تشوف شيء ما بيسرك. ها؟ لك ما قلت لك انه ما في رجال بالبيت؟ ليش عم تدق عليهم يا علي شرف الناموس؟ شو بدك لك حيوان انت علي شرف لك؟ سلامتك. الله محيي البطن يلي حملك يا ابو بدر. بيرفع الراس، واللي عمله أبو بدر بيرفع الراس أكتر. عيب عليكم، حريمكم كشفت عن وشها. أبو بدر ابن أصل وانتو أهله، ورجونا فعايلكم يا رجال.
طول بالك عصام، طول بالك، خليني اوضح لك الصوره، اكيد فهمان غلط. يا قليل الشرف، عم تفوت على بيت ما فيه رجال؟ الله وكيلك يا سيد عصام، ما بعرف انه ما في حدا. كذاب، انت رايح على البيت وبتعرف انه ما فيه رجال، لك والله لا شم من دبك. سيد عصام الله يسامحك، الله وكيلك فهمان غلط انت. طب جودات، حاجة حكي، حرك طالعوا لأبو بدر، وانت حسابك بعدين. ترك يا ابو حاتم تقلي. لا يا ابو شنكة، عم تسحب جبريتك علي، الله يسامحك، الله يسامحك. وهيك ابي لك تقلي يا ابي، مالك شايف شو عم يعمل؟ ابي ضبط وطالع بدر. يلا يلا على راس يا ابو عصام. تنتبه قعدك عم يا ابو عصام، عم يا ابو حاتم الفرنساوي فايت عم يفتش حارات الشام حاره حاره. لك الله مطلوب ابو عصام. لعينيك. من أعضاء كتلة وطنية وانت بتعرف شو عملت اليوم من فوضى. أبو عصام تفضل معنا. انت ما لك حكم علي. انت بدك تسلمني شباب المطلوبين. انسى. رح يصير في دم أبو عصام، رح يصير في دم. احنا ما بدنا دم. عملتك هيلك أبدر ما بيعملها إلا واحد من بلد وأصيل رجال من ظهر رجال. الله يخليك إياك يا أبو عصام، والله أنا ما عملت غير واجبي، ما بدي أشكر على واجب. نحن مو جايين نشكرك عمي، نحن جايين نطمن عليك بس. لك بري عليك يا أبدر، أنت اللي عملته رح تضل حارة تحكي فيه طالما فيها ناس عايشة. والله ما عملت غير واجبي يا جماعة. كتر خيرك يا أبدر، أنت حميت شرفنا وعرضنا. ليش هيك عم تحاكوني يا الحارتي؟ ليش عم تحسسوني اني غريب عنكم؟ الله يسامحك يا ابو عصام، الله يسامحك. كل عمرك هيك بتعاملني. ولو لك بدر والله ما بشي من واجبها. الله يخليك يا ابو عصام. انا ابن هاي الحارة. انا ولدت تربيت فيها. وشرفها من شرفي. وعرضها من عرضي. الله يوفقك يا ابو عصام، اذا بتعزي والي مكاني عندك ارجع بصياتك.
مثل ما بدك بأمرك. ايه نبيل قول. اخي معتز، نحن ما كان لازم نطلع من الحارة، يعني بلكي رجع الفرنساوي. الفرنساوي ما رح يرجع، وابو عصام اكد على هالشي. حكيك مزبوط عقيد، عمي ابو عصام عمل زينة العال وقال احملوا حالكم وارجعوا. لازم نحتمي بشي مكان قريب من الحارة، منشوف شو رح بصير، واذا لزم الامر منتدخل. خفت عليك كتير، خفت اني ما عاد شوفك بعد ما اجا ابو جودات، لاني بعرف انه هو جاي مشاني. خير ان شاء الله، ليش حتجي مشانك؟ ما فضل كوموندو ما رح يهدى لحتى يمسكني. لا، بعد اللي صار اليوم خدي مني، كل شيء رح يتغير، كل شيء. مستحيل مستحيل يهدى قبل ما يمسكني. الايام جايه، الايام جايه، لنشوف شو حيصير. الايام جايه شوكت، خليني ارجع على فرنسا، بركي اذاك بسببي. شوفي، انا بدي منك شغله واحده وبس، ما بدي غيرها. شو بدي اياكي؟ ترجعي بس ما بعرفك اول، تتعافي، ترجعي تقوي، ترجعي تعرفي تحبي. عرفتي يا راديا؟ يعني سامحتني؟ قوم روح لعن نادية، نادية تعبانة كتير وحاجتك. نادية بحاجتي، بس أنا بحاجتك. سيدي انت وعم تمرني مش هروح اجيب الحرمه. انا كنت بدي اشرح لك ان الروحه على بيت ما في رجال مصيبه، بس انت قلت لي تجفوا. الحريم يلي سووا فيك هيك ابو جودات؟ لا لا سيدي، مو الحريم، كان في رجال، رجال بس انا اول مره بحياتي بشوفهم. كان في رجال، ما كل الرجال طلعوا بالمظاهرات والاحتجاجات؟ لا سيدي، كان معتز ورجاله. نعم سيدي، معتز ورجاله كانوا موجودين، هلا اللي عملوا فينا هيك. معتز؟ نعم سيدي. ورجاله؟ بلى. خير أبو ظافر؟ شايفتك مالك على بعضك. ما في شي. لتكون شايل قصة الزعامة من راسك.
هلا شو جاب الحكي على بالك؟ أنا هالحكي دائما ببالي، ما فارقني أبدا. وأنا كمان كان دائما ببالي، بس هلا في شيء أبدا. أبدا من الزعامة؟ شو هو؟ البلد. البلد يا مصافر أبدا من الزعامة ومن الحارة ذات نفسها. البلد؟ البلد منفديه بمالنا وعيالنا وكل شيء منملكه، بس الزعامة يا أبو ظافر هي متعشمين فيها من وقت ما كنا بحلب، ولا نسيت؟ مالي نسيان يا فاطمة، بس هلا مو وقتها. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. حمزة فوت فوت. يلا. عمي قربت توصل الوفود من الشام، وفي قرار انه نخبيهم عنكم بالحارة، فانتو شو استعداداتكم؟ انت بس خبر جماعة الكتلة ان بما مو بس الوفود علي يجينا، بتجيك الاهل سوريا على الحارة، نحن بلدنا بعيوننا عمي، لا حدا ياكلهم. الله محييكم عمي. مسيو نو سو ان تران دو بزارفي توت لي روت اي لي كارفور. اي لي ريبريزونتان؟ اون ا شيرشي بارتو اي اون ا شيرشي تو ريبير بيرسون. ايكوتي مسيو، تو كوا كي نوز اتان بور لي راترابي ها؟ وي. الي سورتي دي سي. الضومة شحونا عمير بانو يا بي بانو. يلا هلو هلو هلو. نحن اجينا نرد الدين اللي علينا. كفو كفو، الهم لغيرك. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. اهلا وسهلا. تفضلوا يا هلا يا هلا. يا بيت هلا، يا حي الله يا حي الله يا حي الله. تفضلوا من هون من هون من هون. تفضلوا لك يا هلا اخواننا درون. يا حي الله. تفضلوا تفضلوا. شرف يا ابا شرف. يلا يا رجال يلا. يا ميت مرحبا، نورتوا بيوتكم ومطرحكم. يا اهلين وسهلين. يا هلا يا ميت هلا. كيفك يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا ابو ظافر. هلا ميت هلا بحوران واهل حوران. يا مرحبا يا مرحبا. هلا هلا هلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
يا ميت مرحبا يا ميت مرحبا اهلا وسهلا يلا يا ميت صافي يلا اهلا وسهلا تفضلوا تفضلوا يا ميت اهلا وسهلا يا حي الله باخواننا العلويه شرفتونا مين اهلا وسهلا هنا ابونا شرفتونا شرفتونا شرفوا نورت الشام يا بيت شرفوا فينا اهلا وسهلا تفضلوا تفضلوا يا بيت اهلا وسهلا بجبال العلويين الحمد لله شيخي الحمد لله الله قدرنا نضب كل الوفود عنا والحمد لله وسعيت والله بيت الديع بس ألف زدي وهدول مو ضيوف هدول سبرهم سبر أهلينا أبو ظافر أنت تعرف هذا الشيء قبل مني هدول جايين من كل البلاد له ومش هالبلاد ولا عيون البلاد أكيد أخي أبو عصام نحن الغريب والضيف العادي من أبو باشو شلون هدول الناس اللي جايين مشان البلد هذا الكلام فرض عين علينا كلياتنا البلد بحاجتنا مشان هيك لازم الكل يوقف وقفة رجل واحد مثل ما قلت أخي أبو عصام هدول أهلنا وبيوتنا مفتوحة لهم إيه والله كتر خيركم يا جماعة ما راح تقصروا إيه والله وتبيض الوش قبل كل شيء نخبر الشباب كل الشباب نسكر الدكاكين كلها مشان نحصل الفايد والطالع ما نعرف ما بصير ما نعرف أهم شيء ما نحصل الزعلان بركي يتحرك له حدا هيك شغل يناحنا خير ما تفعل يا أبو عصام تكرى الله يلا 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 نعم سيدي شلون يعني سيدي؟ إلقي القبض على أي واحد سيدي؟ حاضر سيدي على عيني سيدي والله يا سيدي ما بعرف ليش المحلات مسكرة افتحها سيدي حاضر سيدي على عيني أعرف إذا كان في غرباء عم يفوتوا على الحارة حاضر سيدي على عيني سيدي دوبر سيدي احترامي الله معكم سيدي شو هالبني ادم ها شو هالبني ادم ما بيفهم لحالي معتز صار لي 3 اشهر عم برقد دوره ما بعرف وين هو ما عم اعرف مين هذول الغرب عم يفوتوا على الحاره الو احترامي امرك سيدي اجي لعندكم فورا سيدي حاضر سيدي احترامي اسمعوني منيح يا أهل الخير أنا اليوم جمعتكم لازم نتساعد لنوقف بوش التقسيم الشعب شعب ونحن أولاده بلدكم عم تسألكم شو عملتم شاني قولوا شو عملتم شاني ويلي بده يتحدى هاي الحارة من قدى في مين بيحمي الدار بالحق